عفوا فلا بأس بأن نقرأ الآن ونكمل ما انتهينا به من بحث ونعتذر عن هذا الإشكال والخلل لو صح التعبير الذي حصل. إذن الكلام في إمكان النسخ وتصوير النسخ. إذن العنوان هو إمكان النسخ وتصويره من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا المشرع مؤمنا بصحة تشريعه، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافه، ونحن بينا خلال البحث تفصيل هذا الأمر، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلاف ما بينه المولى فينسخه ويتراجع عن تقديره، فينسخه ويتراجع عن تقديره السابق، ينسخ الحكم ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة، فيقر لو صح التعبير بعدم المصلحة أو بوجود المفسدة، فعلى هذا الأساس نسخ ذلك الحكم، ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ، يتراجع عن تقديره ويتراجع عن إرادته. هذا هو معنى النسخ الحقيقي. إذن لنسجل العنوان الرئيس هنا، يعني من السطر الأول نسجل هنا النسخ الحقيقي. النسخ الحقيقي، النسخ الاعتيادي، النسخ المساوق للعدول. سجل هذا في بداية الموضوع. إذن من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحة تشريعه، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافه فينسخه، ينسخ الحكم ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة، ويتراجع عن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ. وهذا الافتراض، هذا النسخ الاعتيادي، هذا النسخ الحقيقي، هذا النسخ المساوق للعدول، وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى، لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا، لأن في هذا النسخ الحقيقي إذن المولى يثبت أن المولى جاهل، ويستحيل الجهل على المولى الحقيقي أو النسيان أو الغفلة كما بينا خلال البحث. فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير، يعني من الجهل، لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير وتلك الإرادة. هذا بصورة عامة على النسخ الحقيقي. لكن الآن نعيد العبارة ونقرأ العبارة بتقدير آخر. نقول فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير، أي تقدير، التقدير الناشئ من المولى، من الباري سبحانه وتعالى، هذا التقدير لا يمكن أن يحصل عليه أي تغيير، ولا يمكن أن يحصل عليه أي عدول من قبل المولى والباري، ما دامت الظروف واحدة والمولى قد لاحظ جميع الظروف ولاحظ ثبوت جميع الظروف، فلا يمكن أن يحصل أي تغيير وأي تبديل. لاحظ العبارة، نقرأ العبارة بهذا التقدير أو بهذا التقدير، والتقدير الثاني طبعا هو الأقرب إلى والأظهر في المراد. إذن فأي تقدير، نعيد العبارة الأصلية، وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري، افتراض النسخ الاعتيادي النسخ الحقيقي، مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى، لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا. فأي تقدير من قبل المولى سبحانه وتعالى للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير، من تقدير المصلحة من قبل المولى، لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت والتي لاحظها المولى عند تحقق ذلك التقدير وتلك الإرادة، لاستحالة أن يكون المولى قد أخطأ في التقدير، أما عند غيره فممكن أن يحصل. ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي، بمعناه الاعتيادي، بمعناه الحقيقي المساوق للعدول، غير معقول
في مبادئ الحكم الشرعي من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة والكراهة. إذا نرجع إلى بداية الموضوع، إمكان النسخ وتصويره. تسجل، تعطي عنوان أولا، تقول عالم الملاك والإرادة. تعطي عالم الملاك والإرادة، وبعد ذلك تدخل في التفصيل، تقول النسخ الحقيقي، النسخ الاعتيادي، وبعد ذلك يأتي النسخ المجازي. أو لا، تتحدث الفقرة الأولى عن النسخ الحقيقي، وعندما نصل إلى الفقرة الثانية وهذا الافتراض مستحيل، تسجل هنا عالم الملاك والإرادة. فالآن في عالم الملاك والإرادة يستحيل على المولى النسخ الحقيقي، النسخ الاعتيادي، النسخ المساوق والذي يستلزم لو صح التعبير أو الناشئ من العدول. إذن النسخ في عالم الملاك والإرادة، هذه الفقرة تخص هذا النسخ. نقول ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوق للعدول غير معقول في مبادئ الحكم الشرعي من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة والكراهة. كيف غير معقول؟ قبل قليل تحدثنا، قلنا لأنه يستلزم الجهل، يستلزم جهل المولى، وهذا مستحيل. إذن في عالم الملاك والإرادة النسخ الحقيقي مستحيل، النسخ الاعتيادي مستحيل، النسخ المساوق للعدول مستحيل. نأتي هنا ثانيا أيضا في عالم الملاك والإرادة، في عالم الملاك والإرادة النسخ الشرعي، تسجل هنا وكل حالات النسخ الشرعي، تسجل هنا النسخ الشرعي، النسخ المجازي، النسخ بعد انتهاء المصلحة، أي شيء تريد أن تعبر، هذه عناوين لهذه الفقرة. وكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان لها أمد، كان لها توقيت، كان لها أمد محدد من أول الأمر، وقد انتهى الأمد، وقد انتهى الوقت، وقد انتهى التوقيت. وأن الإرادة، لاحظ، وكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة، ضع المصلحة بين قوسين، المصلحة المقدرة مثلا كان لها أمد محدود من أول الأمر وقد انتهى. وأن الإرادة، ضع الإرادة بين قوسين لأن الكلام في المصلحة، عالم الملاك، المصلحة، وعالم الإرادة. وأن الإرادة التي حصلت بسبب ذلك، بسبب الملاك وبسبب المصلحة المقدرة، بسبب ذلك التقدير، كانت محددة أيضا تبعا للمصلحة، فالمصلحة محددة بوقت، فالإرادة تكون محددة بوقت أيضا. والنسخ معناه انتهاء، والنسخ معناه انتهاء حدها ووقتها الموقت لها من أول الأمر. وهذا النسخ بالمعنى المجازي، لذلك سميناها النسخ الشرعي أو النسخ المجازي، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازي. انتهينا من مرحلة الملاك والإرادة. نأتي هنا ولكن، قبل ولكن نسجل مرحلة الجعل، مرحلة الاعتبار، مرحلة الصياغة، مرحلة الحكم، أي شيء تريد أن تسمي. هذه قلنا مراحل ثلاثة، الملاك، الإرادة، انتهينا من الملاك والإرادة، هذه المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحكم، مرحلة الجعل، مرحلة الصياغة، مرحلة الاعتبار. ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ، وهي مرحلة الجعل والاعتبار، أو الجعل أو الاعتبار ومرحلة الحكم. وفي هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي ومعناه المجازي. إذن النسخ، لو سئلت عن النسخ في عالم أو في مرحلة الملاك والإرادة، تقول النسخ الحقيقي مستحيل في مرحلة الملاك والإرادة، النسخ المجازي ممكن، النسخ الشرعي ممكن. الآن نأتي إلى مرحلة الجعل والاعتبار، تقول النسخ الحقيقي ممكن والنسخ المجازي أيضا ممكن، وسنعرف ما هي وكيف نتصور الإمكان. نقول وفي هذه المرحلة، مرحلة الجعل والاعتبار، يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي ومعناه المجازي معا.
أما تصويره بالمعنى الحقيقي، ضع المعنى الحقيقي بين قوسين، أما تصويره بالمعنى الحقيقي أي النسخ بالمعنى الحقيقي أو المعنى الاعتيادي أو المعنى الذي يساوق العدول، لكن ليس بهذه الخصوصية أو بذلك الشرح والبيان الذي بيناه قبل قليل أو خلال البحث، وإنما سنبين وسيبين السيد قدس نفسه خلال الكلام كيف يقول ماذا نقصد بالمعنى الحقيقي في مرحلة الجعل والاعتبار بالنسخ الحقيقي، كيف نتصور النسخ الحقيقي بحيث يتبدل. نقول بأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف دون أن يقيد هذا الحكم بزمان معين، دون أن يقيده بزمان دون زمان، ثم بعد ذلك بعد فترة زمنية يلغي ذلك الجعل، يلغي ذلك الجعل، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفعه تبعا. كيف يرفع؟ للجهل، لبيان عدم مصلحة، لغفلة، لحصول نسيان. نقول لا، سبب الرفع، لاحظ هنا سبب الرفع، سبب رفع الجعل، سبب رفع الاعتبار هو راجع إلى انتهاء الأمد، إلى انتهاء الفترة الزمنية، نقول ويرفعه تبعا لما سبق في علمه من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص ولا يلزم من ذلك محذور، لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ. لماذا لازم محذور؟ لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من جهل المولى، لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك، وإن المولى وإنما المولى يعلم، لكنه قلنا ممكن أن يعطيه على نحو الإطلاق لبيان أهمية الحكم، لبيان أبدية الحكم، بل قد ينشأ لمصلحة أخرى كإشعار المكلف بهيبة الحكم وأبديته. وأما تصويره بالمعنى المجازي، تصوير النسخ بالمعنى المجازي في مرحلة الجعل والحكم والاعتبار، أما تصويره بالمعنى المجازي، ضع المعنى المجازي بين قوسين، فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف المقيد، يقيد، يقول هذا في السنة الأولى، هذا لمدة عام مثلا أو في السنة الأولى من الهجرة، من الهجرة، فيقول يجعل الحكم، أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف المقيد بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا، فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان المجعول ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل، انتهى زمان المجعول، انتهى زمان الحكم، إذن انتفى الحكم لو صح التعبير، انتفت فعالية الحكم أو انتفى الحكم أصلا أو ارتفع الحكم أصلا لانتهاء القيد، لأنه مقيد بالزمان، انتهى الزمان فيرتفع الحكم، وهذا أيضا رفع للحكم، أيضا من الوجوب لو صح التعبير، وعندما يرتفع الوجوب يكون الترخيص في المقام أو مقابل الترخيص تكون الحرمة بصورة عامة، أما الحرمة أو الترخيص، أو الحرمة ترتفع يكون الترخيص في المقام أو الترخيص والوجوب في المقام، المهم يتغير الحكم، يتبدل الحكم، لكن هذا التبدل هو سبب انتهاء الوقت أيضا فيه، لذلك نقول هذا نسخ بالمعنى المجازي، لأنه فيه أيضا نوع من التبدل أو التغيير في الحكم من الوجوب إلى عدم الوجوب، من الحرمة إلى عدم الحرمة لو صح التعبير. والافتراض الأول هو أقرب إلى معنى النسخ كما هو ظاهر، فإذا قلنا الأول والافتراض الأول أي بالمعنى الحقيقي الذي صورناه يكون أقرب لمعنى النسخ الذي طرح في بداية البحث كما هو ظاهر. لاحظ المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في مرحلة الاعتبار، في مرحلة الجعل لا نتحدث بها إلا بعد أي شيء، كأنما هذه المرحلة متفرعة عن النسخ المجازي في مرحلة الإرادة والملاك، لأننا مع النسخ الحقيقي في مرحلة الإرادة والمجاز مستحيلة، فلا يوجد اعتبار بهذا الخصوص، لا يوجد جعل بهذا الخصوص، إذن الكلام في مرحلة الكلام في النسخ الحقيقي والمجازي في مرحلة الحكم والاعتبار تتفرع عن النسخ المجازي في مرحلة الإرادة والملاك، فهم هذه الشيء حتى أفهم معك هذا الشيء. الكلام في النسخ المجازي والحقيقي في مرحلة الحكم والجعل والاعتبار تتفرع عن أي شيء؟ عن الصورة الممكنة، وهي صورة النسخ المجازي في عالم الملاك والإرادة، لأن النسخ الحقيقي مستحيل، فلا جعل، إذا كان النسخ الحقيقي مستحيل فلا يتفرع عليه جعل ولا يتفرع عليه حكم واعتبار، يستحيل أن نجعل حكم واعتبار في موارد الاستحالة بالنسبة إلى الملاك وبالنسبة إلى الموارد التي تستلزم جهل المولى سبحانه وتعالى، وهذا مستحيل. إذن فقط ننبه إلى هذا الأمر، لذلك في التصوير الحقيقي للنسخ والتصوير المجازي النسخ في
مرحلة الحكم، نلاحظ أننا في الحالتين وفي الصورتين أو في الافتراضين نتحدث عن انتهاء أمد الحكم والملاك، انتهاء أمد الملاك والإرادة، وهذا من البداية يعلم المولى، وهذا تحدثنا عنه في عالم الملاك والإرادة في النسخ المجازي وليس في النسخ الحقيقي. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.